السلام عليكم. دلوقتي الذكاء الصناعي دخل في الميتنج الاجتماعات زي مثلا زوم اي اي نوت تيكر، ده بيعمل ايه؟ انت اثناء الاجتماع بتتكلموا عادي، هو في الاخر بيبعت لكم نص الكلام اللي اتقال وفي نفس الوقت الملخص، يعني هو بيبعت حاجتين يبقى موجوده الاثنين، ان انت اثناء الاجتماع مش مركز، انت عم بس في النوت وبتكتب بقى انت عمال تتكلم، هو بقى يبعت لك انت قلت ايه واللي قدامك قال ايه واتكلمت في ايه وهكذا، وفي نفس الوقت يبعت لك اهم النقط اللي اتقالت، بحيث ان انت ممكن تبعتوها مثلا في ايميل تاكدوا على الكلام، بحيث ان بقى خلاص الاجتماع حصل فيه كذا كذا وتبقوا متفقين على اهم النقط اللي موجوده. التطبيق موجود، تقدر ان انت تعمل له اضافه للزوم مثلا اللي موجود معاك اثناء الاجتماع تلقائي.